السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا جميعا بخير، وكنرحب بكم في قناة رضينا زين. اتمنى غتيري مرة مليح نهار ان شاء الله. نسوجل حلوة الفقاس، اتمنى غدا يعجب، اتمنى غتجرب. وبلا ما نكتر عليكم، على بركة الله غنبداو في تحضير حلوة الفقاس. لتحضير حلوة الفقاس كنحتاجو كاس ديال السكر، نحتاج غير كاس السكر وكاس ديال الزيت، كاس الزجت، كاس ديال الزنجلان، يجن كاس الزنجلان، در كاس نجوز، كاس ديال اللوز. بالنسبة للوز كنعبرو في الكاس قبل ما كنقطعو، من بعد كنقطعو، حيت الا قطعتو كيعطيني واحد الكمية كبيرة، يعني اكثر من الكاس. جوز عبار كاس قبل ما تقصغ، من بعد تقصص غسل الموس دا مزيان. وكنستعمل ملعقة كبيرة ديال النافع، لا غنجيش طمقران من النافع، 5 متجارين، 5 ديال البيضات ما غنستعملهمش كاملين، وواحد الكيس ديال الفاني، واحد كيس ديال خميرة الحلويات، يجن فاني ديجن خميرة الحلويات. بالنسبة للمتجارين تكغاب، عند متجارين دي الإناء، يشتن تكسغس أشمرارني تك خطاني خدي الإناء أوراق تجي خدي زي سدهن غل فقس غونكا. كما قلت بشلحة، كنستعمل داك البيض كامل، غير بيضة واحدة كنحيد ليها الصفار، كنخليه كندهن به الفقاس في الاخر، اما البياض كنضيفو في الاناء. هادو هما المقادير اللي كنستعمل في الفقاس. تبعوا معايا الفيديو تشوفوا كيفاش غنخلط دوك المقادير كاملين. القوامي ديال الفقاس هادو هما من دي فيديو الخوت، تبع ما كيدي فيديو حتى انا كنتصممش غنخلط القوامي مره. كنجمع العجينة ديالي، كنقسمها على 3 وكنشكلها على هاد الشكل الطولي، وكنحطو في الطاوة ديال الفران مباشرة. كندهن الوجه ديال الفقاس بصفار بيضاء، وجوج معالق ديال الحليب، ونصف ملعقة ديال النسكافيه ولا القهوة سريعة الذوبان. فرقة غاش تنين الفقاس خضراتها تشكل غزايس الشكل هذا موديزيران. دهنا السمجاج النسكافيه دوغي، كسي غيجن فورشيطة تقر دايس الخطوط السطول. كناخد واحد الفورشيط وكندير شي خطوط على الطول ديال الفقاس. فاش كنكمل كندهن الفقاس كندخلو مباشرة للفران حتى كيطيب. فاش كيتحمر بهذا الشكل هذا اللي كتشوفو في الفيديو، كنخرجو من الفران كنخليه حتى كيبرد، عاد نبدا نقطعو باش نرجعو للفران. خميني غنكمل غدهن الفقاس تقد كفاران ديريكت اليوم. خميني غيموت ولا مي حمايا مو ذا ينواد مليح، جات هذا يصمد شويت حماي يصمد غتنقص، اثناء رعاود غاو فران هذا يوم خخمبو بنيتو غنقص. خميني غيموت خرجيه تني شنج، اثناء قرب عاود هذا يوم خرجيه تنغني باش هذا ياسي حما خنين جوات. من بعد ما كنقطع الفقاس ديالي كنرجعو للطاوة ديال الفران باش يتحمر ليا على هاد الوجه اللي كنقطع فيه. كنخليو الفقاس يتحمر على جوج جهات، كيجي زوين بزاف. كنتمنى ينال إعجابكم، وبالصحة والراحة.